لا أنا بظبط حالي، أنت عادي. أنا شفت مقابلتك على التلفزيون اليوم، كان كلامك كتير حلو زاهي. أنت ما بتعرف أنا شو فخورة فيك، زوجي عمل هاد كله، أنا كتير مبسوطة فيك. أنت عن جد مبسوطة ولا؟ أنت عم تظهري السعادة لأنه اليوم الكل مبسوط. كيف فيك هيك تفكر فيني زاهي؟ غريب، مو مبين أني مبسوطة يعني؟ لا أنا فكرت أنه أنا ماني مهم إليك كل هالقد، أو أنك عم تمدحيني مشان ترفعي معنوياتي، يعني مثل المدراء اللي بالشغل بيمدحوا الموظفين كلهم على إنجازاتهم، مثل هيك شي يعني، بس هيك. زاهين أنت لساتك لهلأ عم تفكر بالفرق يلي بيني وبينك معقول؟ يعني انت مانك مصدق انه انا بحبك، مو هيك زاهي؟ بس انت بتعرفي اجابتي كتير منيح يا ساره،